باتت أزمة الكهرباء رفيقا ثقيلا على البصرة مع بداية سخونة الأجواء وازدياد الطلب على الطاقة. الحكومة هنا شكلت غرفة عمليات وأقرت حزمة إجراءات لمواجهة نقص الطاقة عبر تقديم الدعم المالي لإنجاز المشاريع الضرورية بهدف زيادة ساعات تجهيز المحافظة بالكهرباء خلال هذا الصيف. حسب مقررات غرفة عمليات اليوم المفروض إنتاج محافظة البصرة يصل بحدود 2400 ميجا واط، إضافة إلى 400 ميجا واط من الخط الإيراني، إن شاء الله تكفي ساعات تجهيز المحافظة من 16 إلى 20 ساعة. أما بشأن التسعيرة الجديدة ضمن مشروع خصخصة قطاع الطاقة، فقد أعلنت حكومة البصرة عن موافقتها عليها بعدما كانت رافضة لها على مدى الأشهر الماضية، لكنها اشترطت استثناء المحافظة من جبايتها خلال فصل الصيف والإبقاء على التسعيرة القديمة. موضوع البصرة يختلف، يجب أن تشتغل مكيفات، لذلك احنا موافقين على التسعيرة في الأشهر الثمانية الباقية، لكن في هذه الأربعة أشهر لا، نحتاج أن استثناء. غير أن المواطنين جددوا رفضهم لمشروع خصخصة قطاع الطاقة وفق التسعيرة الجديدة التي فرضتها وزارة الكهرباء، وعبروا عن ذلك من خلال نزولهم إلى الشارع. دينار واحد ما راح يشوف من أهل البصرة من الخصخصة، حيث احتشد العشرات قرب ديوان المحافظة للتعبير عن احتجاجهم عن خصخصة الكهرباء وزيادة تسعيرتها، رافعين لافتات تطالب بإلغائها. الكل يعلم هذه التسعيرة الجديدة تثقل كاهل المواطن العراقي وبدون استثناء، تسعيرة باهظة، تسعيرة ظالمة. إذا استمرت خصخصة الكهرباء أو ما يسمى برفع التسعيرة راح تجر علينا أمور كثيرة أخرى، حتى الماء يخصخصونه، حتى الهواء يخصخصونه علينا، وبالحقيقة راح تكون بئس الحاكم وبئس المحكوم. في غضون ذلك أرجع رئيس كتلة الدعوة الإسلامية في مجلس النواب ومحافظ البصرة الأسبى خلف عبد الصمد أسباب مشكلة الكهرباء إلى التنافس السياسي بين الأحزاب هنا، طبقا لبيان صادر عن مكتبه. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.